نشرة الخامسة من النهار اليوم، أهلا بكم. متأخرا نحو 130 دقيقة بدأ مجلس النواب قبل قليل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة. جاء سبب التأخير لعدم اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة، وهو 50% زائد واحد. يأتي هذا فيما أعلن ائتلاف دعم مصر موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ. وقال النائب سعد الجمال رئيس الائتلاف إن المجلس لا يناقش تشريعا ضريبيا جديدا، لكننا أمام تطوير لقانون ضريبة المبيعات ومطبق في أكثر من 140 دولة وبنسب أكبر من النسبة المطروحة أمام البرلمان. في سياق آخر، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بناء الكنائس إلى لجان التشريعية وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام والإسكان والإدارة المحلية التابعة للمجلس. وطلب الدكتور علي عبد العال أعضاء المجلس بالالتزام بآداب الحديث خلال مناقشة مشروع القانون في هذه اللجان، مضيفا أنه لضرورة هذا الأمر وحساسيته وأهميته لمصر فيجب أن يكون قاصرا على أعضاء اللجان فقط. وكان اجتماع اللجنة المشتركة من بعض اللجان لمناقشة بناء الكنائس قد شهد مشادات كلامية ساخنة وتبادل الألفاظ بين النواب بعضهم البعض. التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك المرشح لمنصب أمين عام الأمم المتحدة بمقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار زيارات عدة يقوم بها مرشحون للمنصب الأممي، كان آخرها وزيرة خارجية الأرجنتين سوزانا مالكورا. كما التقى الوزير شكري اليوم نظيره سعد علي شيري وزير خارجية جمهورية أرض الصومال. تعرف أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على رؤية وزير خارجية سلوفاكيا والمرشح لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة تجاه القضايا العربية، إضافة إلى ملفات التنمية والهجرة واللاجئين. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم، حيث استعرض الوزير السلوفاكي نتائج الاتصالات الجارية بشأن ترشحه لتولي المنصب، خاصة مع الدول العربية دائمة العضوية في مجلس الأمن. وإلى ملفاتنا الدولية، ففي سوريا سيطرت فصائل من الجيش السوري الحر المدعومة من قوات تركية خاصة على 3 قرى في ريف جرابلس، فيما قتل العشرات في حلب وريفها جراء غارات روسية وسورية خلال 24 ساعة الماضية. سوريا تحمل كل يوم جديدا. مدينة داريا السورية باتت خالية من سكانها وخارج الحسابات العسكرية بإتمام اتفاق بين فصائل المعارضة وقوات النظام، اتفاق يقضي بإعادة المدينة إلى كنف الدولة السورية. القوات النظامية وعلى الفور بدأت تمشيط المدينة التي بقيت لنحو 4 سنوات خارجة عن سيطرتها وعصية عليها، لتنضم إلى مخططات التغيير التي يقودها النظام السوري وحلفاؤه، وعلى غير عادتها بشأن اتفاقيات إفراغ المناطق السورية. أصدرت الجامعة العربية هذه المرة بياناً أدانت فيه مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها. هواجس الجامعة العربية زادت، فذهبت إلى أن سيناريو داريا يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي للمدن السورية، ورأت في ذلك أمراً سيترتب عليه آثار يصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها. وفي الشمال السوري تتواصل نيران الحرب التي أطلقتها تركيا بذريعات محاربة داعش، وعلى أثر مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين جاء رد الفعل، قصف جوي لعمليات درع الفرات التي تقودها تركيا على جنوب مدينة جرابلس الحدودية، والحصيلة على عهدة المرصد السوري مصرع 20 مدنيا وعشرة عناصر من الأكراد. إذن بالتدخل التركي كثر اللاعبون على الأراضي السورية، الجميع يحاول جمع النقاط في انتظار طاولة تسوية لا يعرف أحد موعد انعقادها. محمد تيم، النهار اليوم.
في العراق حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في انتخابات المحافظات والبرلمان العراقي المقبلة. في سياق آخر أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحرير جزيرة الخالدية شرقي الرمادي بمحافظة الأنبار بشكل كامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ومقتل أعداد كبيرة من أعضاء التنظيم المتشدد. تتخذ الحرب ضد داعش في العراق أوجها عدة، كما يرى الناشط الياباني الأمريكي ديفيد سراج الذي أختار تثقيف الأطفال الأيزيديين في إقليم كردستان العراق وإعطائهم دروسا مجانية في الأدب واللغة والموسيقى، وذلك لبناء مجتمع جديد قادر على مواجهة أفكار التنظيمات الإرهابية المتطرفة. هناك الكثيرون يرغبون في محاربة داعش، وغالبيتهم يختارون السلاح كوسيلة، لكنني اخترت أن أكون هنا وسط الأطفال الأبرياء الذين تعرضوا للاضطهاد من أجل تثقيفهم وتوعيتهم بخطورة الأفكار المتطرفة عن طريق تلقينهم علوما جديدة والقيام بأشياء جيدة تخدم المجتمع. في اليمن حررت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية منطقة ميلات وتبت الزياب والصياحي بمحافظة تعز، فيما لا زالت القوات تتقدم باتجاه وادي حنش ومنطقة الكرساح استعدادا لتحريرها من جماعة الحوثية. وأكد قادة ميدانيون أن التقدم بجبهات مدينة تعز يحتاج لقوات الجيش اليمني المنظمة وغرفة تنسيق لدعم قوات اللجان. جبل هان هذا الموقع الاستراتيجي العسكري الذي كانت تسيطر عليه هذه الميليشيات، واستعرض كذلك تبت الخزان وحدائق الصالح، حدائق الشهيد محمد اليمني، فتح الخط المنفذ الغربي الذي يربط تعز بمدينة التربة ومدينة عدن لهذا الموقع الاستراتيجي. لن يحصل النصر والتمكين في الجمهورية اليمنية وخاصة في محافظة تعز إلا بوجود الجيش الوطني، جيش منظم، جيش مرتب وبتنسيق بغرفة عمليات. من هذا المنطلق يحصل تحقيق النصر. وفي ليبيا قتل 18 جنديا من قوات البنيان المرصوص في معارك ضد تنظيم داعش بمدينة سيرت. وقال متحدث باسم القوات التابعة للحكومة الليبية إن نحو 1000 مقاتل من القوات الحكومية يشاركون حاليا في الهجوم على المعقلين الأخيرين لتنظيم داعش في سيرت، وذلك بعد ساعات من غارات جوية شنها الطيران الأمريكي على مواقع لداعش في المدينة. قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي يزور القاهرة حاليا إن هناك جهدا مشتركا بين المنظمة الدولية ومصر في إطار تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية لتشكيل حكومة توافق، مضيفا أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى فرض أمر بعينه على أطراف الأزمة. وأكد كوبلر على حق مصر في الدفاع عن حدودها لمواجهة الإرهاب وأهمية دورها الأمني في مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمة الليبية. ولفت كوبلر إلى أن الوضع الإنساني سيء للغاية في ليبيا، وأن الأمم المتحدة تسعى بكل السبل لإيصال المساعدات الغذائية للمدنيين. وقع رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف مرسوما بإلغاء حظر رحلات الطيران العارض إلى تركيا. وقالت الحكومة الروسية في بيان لها إنها أوصت شركات الطيران باتخاذ تدابير إضافية لتسيير رحلات طيران إلى مطارات تركية. وكانت روسيا اتخذت قرارا بحظر الطيران إلى تركيا بعد إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية نهاية العام الماضي. وإلى ترتيبات موسم الحج، حيث أعلنت مصر للطيران أنه من المقرر أن يشهد اليوم أعلى معدل تشغيل في مرحلة سفر الحجاج خلال هذا الموسم، حيث تسير الشركة 24 رحلة جوية
لنقل 5872 حاجا بواقع 19 رحلة من مطار القاهرة وثلاث رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية ورحلتين من مطار الأقصر، فيما يواصل اليوم أكبر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية البالغ عدده 1040 حاجا رحلته المتجهة إلى المدينة المنورة. وما زلنا في متابعة موسم الحج، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية، وهو الحاج بكر سليمان محمد بكر البالغ من العمر 80 عاما من محافظة المنوفية إثر أزمة قلبية حادة. في السياق ذاته أعلنت الوزارة استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحاج 1717 حالة مرضية جرى الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، فيما لا تزال 5 حالات في المستشفيات لتلقي العلاج. ضبطت قوات الجيش الثالث الميداني مخزنين في منطقة أطور بداخلهما 320 قطعة ذخيرة حية وأكثر من 1000 كيلوغرام من الحشيش والأفيون. وقال بيان للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن عناصر حرس الحدود تمكنت من ضبط 268 مهاجرة غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل أبو قير والبرولوس، إضافة إلى 91 آخرين في معبر السلوم. كما أعلن المتحدث عبور 5739 عربة محملة بالبضائع إلى قطاع غزة. وفي سياق متصل، قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة المركزية العسكرية. ووجه وزير الدفاع التحية لأبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يعملون بكل الأمانة والشرف وإنكار الذات. وفي نهاية اللقاء كرم القائد العام المتميزين من مقاتلي المنطقة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم. لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 2 آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاك وأخرى ميكروباص على طريق فرعي مؤدي إلى مطار سوهاج الدولي. وقالت هيئة الإسعاف إنه جرى نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وجرجا العام والمنشأة المركزية. ومن أخبارنا الاقتصادية، شدد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ضرورة توفير السلع الغذائية والأساسية بالكميات والأسعار المناسبة. وخلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة مشروع السيارات المبردة، وجه إسماعيل بزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والدلتا، كما شدد على ضرورة تكثيف إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة على كافة الأسواق لضمان إحكام السيطرة والرقابة عليها. عقد وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني اليوم مؤتمرا صحفيا حول الإصلاحات حول الإجراءات الخاصة بمبادرة الاستثمار في التعليم، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى. المبادرة التي دشنت في فبراير الماضي تتيح للمستثمرين المشاركة في المشروع القومي لبناء المدارس، وتنص على التزام الوزارة بتوفير الأراضي والتصميمات الهندسية واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية تتراوح بين 2 و3 أشهر من تاريخ التعاقد. احنا حصرنا الكلام ده ودرسناه ولقينا ان احنا علشان نتغلب او نقضي على الكثافات دي فاحنا محتاجين نبني 53 ألف فصل.
ده الجزء الأول من المشكلة. الجزء الثاني وده متعلق بالفترة الثانية والثالثة. طبعا من الناحية التربوية ما ينفعش انك انت تقول انا بقدم عملية تربوية متكاملة الا اذا كنت بتعمل حاجتين. الحاجة الاولانية انك انت تقدم معارف للطلبة بنسبة 70% وتقدم لهم انشطة بنسبة 30%. دي المعيار الدولي اللي معمول به في كل او معظم دول العالم باستثناء اليابان اللي هي بتقول 50-50، يعني 50 انشطة و50 معارف. احنا ما نقدرش نقرر او ندعي حتى ان احنا بنعمل ده في المدارس اللي فيها فترتين او ثلاث فترات. ما اقدرش اقول ان انا بعمل ده في مدرسة الطالب هيروح فيها الساعة 7:30 او 8 وبعدين يمشي منها الساعة 11:30 او 12 لان ده مش يوم دراسي كامل. كده انا ما بقدرش اقدم الانشطة. انا كده بقدم المعارف بس. الحصص اللي هي خاصة بالرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الانجليزية والجغرافيا دي بنسميها معارف، ودي انا بعطاها للطالب وبعدين اروحه علشان غيره يدخل. وبالتالي انا هنا ما بقدمش عملية تربوية متكاملة، انا بقدم شق او جزء من العمليات التربوية، او ان صح الكلام فانا بقدم عملية تربوية منقوصة بنسبة بقى تتراوح حسب اللي كمية النشاط اللي انت بتقدمها، هي منقصة بالتلاتين في المية كاملين ولا اقل. يعني في النهاية مدارس الفترة التانية ما نقدرش نقول فيها انها، او المدارس اللي بتطبق فيها اكتر من فترة ما نقدرش نقول انها بتقدم عملية تربوية متكاملة. درسنا ده كويس كمان، والانان علشان نتغلب على الفترة التانية فاحنا محتاجين نبني 52,000 فصل. يبقى بقينا كام؟ 105. علشان نتغلب على الكثافة قلنا 53، وعلشان نتغلب على الفترات المتعددة عايزين 52. قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن وزارة الزراعة احتكمت إلى منطقة إلى منظمة الأغذية العالمية الفاو لدراسة أثر فطر الإرغوت على الصحة النباتية، والتي أكدت أنه يمكن السماح بتواجد الفطر في الأقماح بنسبة 5%. وأضاف أبو اليزيد خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل قرار رفض دخول الأقماح المصابة بالإرغوت أن الوزارة أعادت النظر في قرار دخول الأقماح المصابة بالفطر، وتم رفض جميع الشحنات التي تحتوي على فطر الإرغوت، مؤكدا أنه لم يدخل البلاد حبة قمح واحدة مصابة بفطر الإرغوت. وبناء عليه اتخذ القرار الوزاري بتاريخ 22/8 برقم 14021 قرار وزاري وزير الزراعة وإصلاح الأراضي بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري 307 لسنة 2001 بشأن تنظيم أعمال الحج، وعلى كتاب مجلس الوزراء بشأن دراسة التقرير الخاص بالتعامل مع فطر الإرغوت، وعلى الدراسة المقدمة من مركز البحوث الزراعية بشأن فطر الإرغوت، وعلى المذكرة المقدمة من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في رسائل القمح المستوردة مادة 1 إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرغوت في رسائل القمح الواردة من الخارج، مادة 2 يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرغوت، مادة 3 على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى ما يخالفه من قرارات. أصبحت المقاهي الشعبية في محافظات فلسطين وبخاصة في محافظة رام الله مكانا لعقد الصفقات التجارية واللقاءات السياسية والاجتماعية ولحل وفض النزاعات العائلية أيضا، فلم تعد مجرد مكان لقتل وقت الفراغ عند الناس، حيث تتراس المطاعم والمقاهي وتتزاحم جنبا إلى جنب لتصبح مدينة المقاهي. هنا في ذلك المقهى يجد الفلسطينيون متنفسهم الوحيد، يجتمعون كل ليلة على طاولة من تلك الطاولات، يتجاذبون أطراف الحديث ويستمتعون بوقتهم، علهم يتناسون أحزان وطن محتل.
رواد هذه المطاعم جميع الفئات، في هناك الشباب، العائلات أكثرها، الجروبات، فإحنا بنستقبل أي زائر لهذا المطعم. تطور هذا المطعم مع تطور الزمان، من والحلو كمان في هذا المطعم هي التكنولوجيا اللي دخلت على هذا المطعم، التعديلات اللي بتصير كل فترة، لأنه طبعا الإدارة بتهتم أنه يكون في تعديل كل فترة يكون مميز غير عن أي مطاعم. في رام الله لا يكاد يخلو شارع من مقهى شعبي يجمع بين جدرانه أصدقاء وأقارب وجيران، بعضهم جاء للتجارة وبعضهم جاء لحل خلافات عائلية، والبعض الآخر ارتاد المقهى لقتل وقت الفراغ. ترفيه عن نفسي يعني، ما أنت عارف الضغوطات المواجهة الفلسطينيين كلها، مثلا الواحد مثلا الروتين هو عندنا احنا في حياتنا فلسطينيين، وخاصة احنا أهل الضفة، يعني مثلا شغل قهوة دور، يعني مثلا وين بدك تروح؟ فيش محلات نروح عليها يعني، فاهم كيف؟ تشتهر تلك المدينة الموجودة بالضفة الغربية بالمقاهي الشعبية العريقة التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1948، ولا تزال تحافظ على طابعها الشعبي حتى وقتنا هذا. الناس بيجوا عندنا هون إنه يفرغوا همومهم، يتناقشوا، يحكوا مواضيع، يعني هي زي محل يعني للصحبة، للناس اللي بتحب مع بعض، بنحكي يعني تفريغ هموم، تسلاي. بنروح على المقاهي، فيش مكان تاني نروح عليه، بنلتم احنا والاصحاب، بنلعب شده، تضييع وقت لاخره يعني. مقاهي فلسطين الشعبية واحدة من الأماكن التي ينفس من خلالها الفلسطينيون عن همومهم وأحزانهم وهموم وطنهم المحتل أيضا. رضوى معتمد، النهار اليوم. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية. وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تعالى. وصلنا بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. البرلمان يناقش ضريبة القيمة المضافة ومشدات أثناء مناقشات قانون بناء الكنائس. مقتل 18 من عناصر قوات حكومة الوفاق الليبية في معارك مع داعش بسيرت. الحكومة الروسية تلغي حظرا فرضته على رحلات الطيران إلى تركيا. ولمزيد من المتابعة على أخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.